صديق ليه بيحكي لي ان في بداية حياته كانت الدنيا معنده معاه حبتين، اللي جاي اقل من اللي رايح، وكان بيسعى وبيجتهد على قد ما يقدر، لكن الفلوس كانت مقصرة معاه. وكعادة اي ام كانت كل يوم امه تتصل بيه هو ومراته، تطمن عليهم وتسألهم عن الاحوال، وفي وسط الكلام تسألهم ايه هتتغدوا ايه النهاردة، ترد مراته وتقول لها النهاردة هناكل فراخ ومحشي، النهاردة لحمة وخضار، النهاردة سمك ورز، وهكذا. وفي يوم من الأيام صدفت إن أمه جت زارتهم في وقت الغداء، ومن سوء الحظ إنها كانت سألهم قبلها هتتغدوا إيه، قالوا لها النهاردة هنتغدى بط وأكل من اللي قلبك يحبه. ولما وصلت ودخلت من باب البيت لقيت الغداء غير اللي بيقولوه خالص، حتة جبنة وبطيخ وأكل بسيط جدا. بيقول لي أنا أول مرة أشوف أمي مكسورة بالشكل ده. سألت لي أنت ليه يا ابني ما بتقوليش إن الدنيا مقصرة معاك، وبكت بحرقة وقالت يعني أنا بقى قاعدة في بيتنا وباكل من خيرات ربنا، وأنت هنا مش عارف تاكل لا أنت ولا مراتك، أنا يحرم علي الأكل كله إنه يدخل بقي وأنت مش معايا، لا أعرف أبلعه ولا أعرف أدوق طعمه. وبيقول لي قعدت سنة كاملة تقسم معانا أكلها كل شهر لحد ما ربنا كرمني وقفت على رجلي. الأم يا جماعة، الأم هي المادة الخام للحب، تفديك بروحها وتشيل اللقمة من بقها وتديها لك، انت من غيرها عيل صغير تايه مهما كبرت وعجزت. الحضن الحنين والعطاء الأبدي، والوحيدة اللي عمرها ما هتفهمها غلط، والوحيدة اللي هتعرف حالك من عينيك، والوحيدة اللي فعلا عايزك تكون أحسن منها بدون حسابات وبدون ترتيب، حتى لو حرمت نفسها من ملذات الدنيا هتستنى بس تشوف ابتسامة الرضا على عينيك، وقتها بس هتحس انها عايشة وبتتنفس. أمك هي جيشك الوحيد، هي سرك لما دموعك تنزل في وقت ضعفك، في ظهرك في خيبتك قبل انتصارك. ومهما كبرت ورجلك شلتك هتكون أمك هي الحضن الحنين اللي بيساعك وبيساع همومك اللي قد البحر، معاها بتحس بأمان. والأمان مش أمان حد قوي يحميك، لأ، هي ممكن تكون ضعيفة هزيلة عجوزة، لكنها بتحميك بدعواتها اللي طالعة من القلب. روح يا ابني ربنا يسترها معاك انت واللي زيك، الدعوة اللي بتخلي القلب يحس انه مطمن ومش خايف. أمك بتحميك بحنيتها بنظراتها وبخوفها عليك، روحها الصافية. أمك هي سندك عكازك اللي عمره ما بيميل لحظة، الحياة من غيرها بهتة وملهاش طعم، بتبقى تايه كأنك طفل صغير ساب إيد أمه في عز الزحمة حتى لو كان عندك 100 سنة.